السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على المدرسة الملكية الجوية، يعني اللي خرجت في هذا الشهر هذا، شهر أبريل 2019، بالشروط الترشح والوثائق المطلوبة. إذا بالنسبة لشروط الترشح للمباراة فهي كالتالي: أن يكون المترشح يتوفر على جنسية مغربية، عازب، السن يتراوح بين 18 سنة و20 سنة، وما كيتوفرش على سوابق عدلية. إذا هذه المدرسة فيها قسمين: سلك المهندسين وسلك الإجازة. إذا بالنسبة لسلك الإجازة فالمطلوب فيها هو بكالوريا سنة 2019 شعبات العلوم الرياضية، وبالنسبة لسلك الإجازة فقد مطلوب بكالوريا 2019 و ممكن أيضا بكالوريا 2018 شعبة العلوم الرياضية. يعني يتوفر المترشح على بنية جسمانية سليمة. بالنسبة للطول 1.65 ذكور، 1.60 للإناث. وبالنسبة يعني أن يتم قبول الملف من طرف اللجنة. فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة فهي كالتالي: طلب خطي يتوفر على المعلومات الآتية: الهوية ديال المترشح، رقم نيميرو دو لا كارت ناسيونال ايدونتيتي، كود مسار، العنوان الكامل ديال المترشح إضافة إلى رقم الهاتف و البريد الإلكتروني. بالنسبة وكيتم تحديد في الطلب الشعبة المختارة، هل هي سلك المهندسين أو سلك الإجازة. إذا كان سلك الإجازة كيتم تحديد واش بيلوتاج ولا أوبسيون كونترولور أيريان، إضافة إلى بيان النقط، ثم نسخة من السجل العدلي، نسخة من بطاقة تعريف وطنية مصادقة عليها، وأربع أضرفة متنبرة. بالنسبة للدعوة يعني كتم في بعد صدور نتائج الدورة العادية من البكالوريا. وكما كتشوفوا هنايا يعني اللي عندهم أكثر اوفر حظوظ القبول في هذه المدرسه هما اللي كيحصلوا على اسي بيان، يعني معدل اسي بيان او مينيموم. يعني هذه المدرسه كتطلب نقطه مرتفعه شويه، واللي ما اللي ما ربما كان اللي يكون عنده مشكل في العنوان ولا مشكل في الهاتف ولا في الايميل ما توصلش بالدعوه وبغى يطمئن، يمكن ليه يتصل بهذا العنوان هذا بهذا الرقم الهاتفي وهما يقولوا ليه واش تم القبول ديالو ولا لا. بالنسبة للإرسال يعني في يمكن الإرسال لهذا العنوان، هذا العنوان تاع هذه المدرسة بمراكش هما كتلقاوه هناك كتشوفوه قبل 29 أبريل. ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، وما تبخلوش عنا بالتعليقات ديالكم وبجيم، وتابوناو في القناة ديالنا وبارطاجيو هذا الفيديو هذا إذا كان ممكن، وشكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله.